برحب بيكم بحلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم نصائح وتحذيرات وتوقعات لشهر مايو 2023. قولوا لي تحبوا نتكلم عن أبراج إيه لشهر مايو؟ هديك أوبشنز: برج الجدي، برج الثور، برج السرطان، برج الحمل. اختاروا برج من الأبراج دي. بليز كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو بتابعوني من جو مصر، وتعملوا لاف للفيديو لو بتابعوني من برا مصر، وقولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه. بناء على اختياراتكم، بناء على طلباتكم، هنتكلم عن برج العقرب، وهنتكلم عن اهم توقعات ونصائح وتحذيرات لشهر مايو. النهارده يوم 24، يعني من اول النهارده لحد شهر مايو. فبرج العقرب برحب بيكم، ولو عايزين بقى اعمل فيديوز كتير عن برج العقرب اعملوا شير كتير على الوولز بتاعتكم، واعملوا منشن لاصحابكم اللي بينتموا لبرج العقرب، لان الفيديو اللي هيعمل اكبر نسبه مشاهده هو البرج اللي هفضل اهتم بيه اتكلم عنه كويس. طيب خلونا نتكلم عن شهر مايو والدائره الفلكيه. اول حاجه، الشمس اتنقلت اوريدي خلاص لبرج الثور، فدي مشكله عند برج العقرب يا جماعه، لان شمس الثور هي في مواجهه برج العقرب، يعني شمس الثور في مواجهتك، في وشك، في الدائره الفلكيه، ففي معاكسه كده في وشك من الشمس. فدايما لو تركزوا يا برج العقرب هتلاقوا اول 20 يوم من شهر مايو بيبقوا صعبين عندكم، بيبقوا فيهم ستريس، بيبقوا فيهم ضغوطات، عندك شغل كتير، بيبقى عندك ستريس وضغوطات وحاجات كتيره جدا. فعايزاكم تعدوا اول 20 يوم من 1 لحد يوم 20 في سلام يا برج العقرب. يعني مطلوب منك ان انت تهدي اللعب. ليه؟ اورانوس موجود في الثور، الشمس موجوده في الثور، فدول في وشك على طول. طيب يبقى انت محتاج ان انت تهدى، محتاج ان انت ما تاخدش اي قرارات متسرعه، ما تاخدش اي قرارات هوجائيه، بلاش الجري كده، عارفين هعمل كذا يلا حالا، بلاش تسرع، بلاش اندفاع، بلاش تهور، بلاش تجري بسرعه. انا يعني بنصح مواليد برج العقرب عدم اخذ اي قرار مصيري، بلاش تاخد اي قرار مصيري او اي قرار مهم اول 20 يوم من شهر مايو. حتى لو صديقك عقرب وانت قال لك مثلا انا هتطلع، انا همشي من الشغل، انا هسيب البلد، انا هسافر، قوله لا. اول رشا مراد قالت اول 20 يوم بلاش تهور، بلاش تسرع، بلاش اندفاع، بلاش تجري كده من غير تفكير، وخاصة القرارات العاطفية. يعني تحذير يا جماعة هام جدا. وبليز تعملوا شير كتير لمواليد برج العقرب. اي حد مولود برج العقرب هيبقى عنده تندنسي او عنده ميل للانفصال برج العقرب، لان بيت الشمس موجودة في برج الثور، هبوط بيت الشراكات بالنسبة لبرج العقرب. فبرج العقرب هتحس ان انت عايز تنفصل، عايز تمشي، مش عايز تكمل في العلاقة، هتحس ان انت مش مبسوط، مش مستريح، ان انت مش البارتنر بتاعك مش كفيك. فده هيخليك عندك اللي هو انا ماشي، انا مش عايز اكمل، انا مش مبسوط. يعني بلاش يا برج العقرب تاخذ اي قرار بالانفصال. تحذير هام شديد الخطورة لكل مواليد برج العقرب من الانفصال، متجوزين بلاش تاخدوا قرار الطلاق اول 20 يوم من شهر مايو، المخطوبين، الناس المرتبطه، الناس انت تبقى خلاص مش طايق البارتنر بتاعك، وده طبيعي. انا بقول لكم اهو وجايه لكم مستقبل اقول لك ان انت الشهر الجاي او من اول النهارده انت هتحس ان انت البارتنر بتاعك ده مش طايقه، مش مبسوط معاه، هتقعد تقارنه مع ناس ثانيه، تحس هو مش مالي عينك، تحس ان هو مش عايزه، مش عايز اكمل. ده طبيعي، لان عندنا حاجتين بيأثرين عليك. اول حاجه الشمس في وشك، اوكي؟ الشمس في مواجهتك في برج الثور، واورانوس كمان في مواجهتها في برج الثور، وعطارد متراجع في برج الثور، يعني يا ليله بيضه. عطارد، تراجع عطارد بيأثر على كل الابراج. تخيل بقى في برج الثور في مواجهتك، فده بيأثر على شراكاتك. فاي حاجه ليها علاقه بقرار، ليها علاقه بالشريك، لا لا لا، انت هتبقى عندك عدوانيه يا برج العقرب. لو انا عايز اتخانق يا جماعه، وسع محدش يمسكني، انا جاي عشان اتخانق، انا عايز اتخانق، انا عايز اعمل مشكله. هيبقى عندكم حب كده للخلافات، حب للخناقات، عايز تتخانق، عايز تعمل مشكله، فبلاش بلاش بلاش. طيب يبقى خلي بالكم من العصبيه الشديده، من النرفزه، هتبقى شخص سهل استفزازك. هو برج العقرب اصلا عصبي، فهيبقى سهل استفزازك، سهل تخرج بره الطوق بتاعك، يبقى سهل استفزازك، سهل يعني هتبقى سهل الخذلان يا برج العقرب. طيب بلاش تدخل في اي منافسه، في اي كومبيتيشن، اي تحدي، اي تحدي انت هتخسر فيه، اوكي؟ بلاش دخول مشاكل، ابعد عن المشاكل. عارفين اللي هو في مثل يقول لك ابعد عن الشر وغني له؟ مطلوب منك كده يا برج العقرب. انا فاكرين في شهر 3 لما كانت شمس في برج الحوت انا حذرت برج العذراء من نفس التحذيرات. انا دلوقتي بحذر برج العقرب، ابعد عن الشر وغني له، بلاش انت بقى روحك في مناخيرك بتتلكك على اي مشكله، فبلاش
مشاكل يا برج العقرب، بلاش حوارات، بلاش تكبير تصعيد امور. انت هيبقى عندك تندنس كده، انا بقى كيفي كده، عارفين ويجز اللي هو كيفي كده، كيفي كده ان انا اكبر المشكله، انا عايزه اتخانق. لا ما تعملوش كده. ويا جماعه اي حد مرتبط ببرج العقرب او في حياته شخص من برج العقرب وتلاقيه لا كده متهور وعايز يتخانق وعايز يكبر مشكله وعايز يعني يعمل خناقه، اتجنبوا. هم بعد يوم 20 هتلاقي كل حاجه فوق 100 فل و14، بس القمر الشمس قصدي يتنقل لبرج لبرج الجوزاء هتهدوا. اوكي، فيعني بليز يا برج العقرب حاول انت تلملم زمام عصبيتك، حاول ان انتوا بلاش عصبيه، بلاش خناقات، بلاش تصعيد امور بليز يعني. طيب حافظوا على علاقاتكم الاسريه وعلاقاتكم الصداقيه، صداقه وعلاقات الحب والارتباط فتره صغيره. طيب ممكن تعمل عداوات كتير قوي في الشهر الفتره دي، تعمل خلافات، عداوات، خناقات ملهاش اي 30 لازمه، يعني هتدخل نفسك في حروب انت في غنى عنها وخلافات انت مش محتاجها اصلا يا برج العقرب. طيب مطلوب من اي شريك المولود برج العقرب الصبر على برج العقرب، لو بتحبه اصبر عليه، لو بتحبه ما تاخدش على كلامه، لو هو يقول لك انا مش عارف مش عايز اكمل، انا ماشي اصلا، انا مش مبسوط، انت اصلا هتلاقيه معبي جواه بقى وعمال، او هتلاقيه غامض جدا، عارف اللي هو خلصت حبيبي ماشي يلا بابا، يلا بابا من قدامي كده يعني، ما تاخدش على كلامه. اوكي طيب يبقى تراجع عطارد كمان هيأثر على برج العقرب، فخلي بالكوا كويس جدا، كل دول في وجهتك في وشك كده يا برج العقرب. هي فترة مش سهلة بصراحة، 20 يوم صعبين جدا، بعد يوم 20 بقى تحس ان انت تأجيلات بقى بتبدأ تمشي، امورك بتبدأ تمشي، تحسن في علاقاتك، علاقتك مع البارتنرز بتاعتك، تحس ان انت بدأت يا اخوانا بدأت تحب ولا ايه، ممكن يحصل صلح ما بينك وبين البارتنر بتاعك. يعني معظم العقرب للأسف معرضين لخلاف، خناقة، مشكلة، ممكن تسيب البارتنر بتاعك اول 20 يوم، بعد كده شايفه ان في فرص كبيره جدا للتصالح تاني وان الامور ترجع لمدارها، بس ما تبوظش الدنيا برج العقرب. طيب حاجه تانية عايزه احذر منها مواليد برج العقرب، زي كل الابراج التانية، بلاش عمليات تجميل، بلاش عمليات جراحيه، بلاش سفر، يعني يفضل عدم السفر، بلاش، خلي بالك من حوادث سريعه، خلي بالك من تعطل شيء، حاجه تكنولوجي، موبايلك يقع يتكسر، حاجه تتكسر، حاجه تتعطل، ابعدوا عن اي حاجه ليها علاقه بطاقه تعطيلات. بلاش ان انت تدخل في خلافات ومشاكل وصراعات مع شخص ذوي سلطه او عندهم نفوذ، يعني ابعد عن الشر وغني له، بلاش تخالف القوانين يا برج العقرب، اي مخالفه قوانين هتلاقي فضيحه بجلاجل، تلاقيك اتفضحت واللي ما يشتري يتفرج عليك. فبليز يا برج العقرب ابعدوا عن المشاكل، ابعدوا عن الحوارات، ابعدوا عن الخناقات، ابعدوا عن الخلافات، بلاش برضو اي حاجه ليها علاقه او ال 20 يوم برضو بلاش بدايات، بلاش مشروع جديد، بلاش توقيع عقود جديده، حتى لو هتشتغل ما تغيرش شغلك في ال 20 يوم جديد، لان تراجع اي كوكب بيأثر في اي بدايات، بلاش اي بدايات. اوكي طيب يعني ممكن تمضوا عقد مثلا مشروع، تمضوا عقد حاجه جديده، شغلانه جديده، عقد انتوا كنتوا منتظرينه اخر 10 ايام بعد دخول الشمس الى برج الجوزاء، عندكم فرصه ان انتوا تمضوا عقد. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه؟ لو بتتابعوني من جوه مصر بيس اعملوا لايك تشجيع الشانل عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من المتابعين، ولو بتتابعوني من بره مصر بيس اعملوا لايك وقولوا لي هوصي رعيد، وكمان قولوا لي بتتابعوني من بلد ايه وبتحبوا نتكلم عن ابراج ايه. اديتكم 5 اوبشنز، 1 برج الجدي، 2 برج الثور، 3 برج الحمل، 4 برج ممكن نعمل ايه تاني، الميزان والدلو، اختاروا برضو حاجه من الحاجات دي. طيب بلاش احتكاكات يا برج العقرب ملهاش لازمه. اوكي خلاص اتكلمنا على الموضوع ده. اي حد بتعمل مع برج العقرب هتلاقيه اكثر عصبيه، هتلاقيه متهور، هتلاقيه ممكن يقول كلام يزعل، ممكن يكون عدواني شويه، ممكن يكون عنيف شويه يا برج العقرب. يعني انتوا خليكوا اكثر حكمه في التعامل معاهم، يا يعني اي حد بيتعامل مع برج العقرب انتوا خليكوا اكثر حكمه. برج العقرب حاول تتسم بالحكمه والدبلوماسيه وابعدوا اي مواجهات. طيب من 20 بقى لحد يوم 31 مايو كل حاجه هتبدا تتظبط، وخاصه بعد يوم 16 انت هتحس ان انت احسن. ليه بقى؟ لان المشتري اوريدي هيتنقل لبرج، المشتري هيتنقل لبرج الثور، فده برضه هيدعمك بشكل ما، وفينوس هيتنقل لبرج السرطان، فده هيدعمك جدا جدا عاطفيا، فعاطفيا انت هتبقى افضل، لان فينوس كوكب الحب وكوكب العلاقات هيتنقل لبرج صديق ليك وهو برج السرطان، هو دلوقتي موجود في الجوزاء في اخر 10 ايام في شهر
مايو هيتنقل لبرج السرطان، الصديق والسبورتيف ليك يا جماعة. طيب وشايفاك بقى هيبقى عندك تصالحات، عندك رجوع علاقات، طاقتك احسن، نفسيتك احسن، انطلاقة، انت افضل بكتير جدا اخر 10 ايام. طيب علاقتك بالحبيب اول 20 يوم زي ما قلت، او بالبارتنر بتاعك او الشريك العاطفي بتاعك، يعني برج العقرب الحب، هي تبقى متوترة، هيبقى فيها مشاكل، هيبقى فيها حيرة، هتبقى مرتبك، هتبقى عايز تنفصل، هتبقى حاسس ان انت مش عايز تكمل في العلاقة، هتفكر بعقلك اكتر من قلبك، يعني كأنك انت هتحكم عقلك، هتحكم، هتبقى منطقي اكتر، هتبقى عقلاني اكتر، هتبعد عن، يعني هتجنب قلبك، انك انت بتقول لقلبي، لقلبك بص يا قلبي اول 20 يوم انت مش شغال، انا مش عايزك تشتغل. فشايفاك يعني ممكن يحصل مشاكل ملهاش لازمة بينك وبين الشريك، عشان كده بقول بلاش تدخل شمال فيه، بلاش تبقى عدواني مع البارتنر بلاعك، بلاش لوم وعتاب كتير، بلاش تستيض له الأخطاء بتاعته، يعني حاول تمشي الدنيا يا برج العقرب. يعني الحبيب بتاعك هيبقى مش فاهمك، هيبقى حاسس ان انت غامض جدا، مع ان هو شايف ان انت شخص حنان، شايفك طيب، شايفك عاقل، شايفك ناجح، شايفك اتراكتف، شايفك جذاب، شايفك ان انت بتجذبه جدا، بس هو ممكن يكون زعلان منك او متضايق منك او واخد منك موقف، او حاسس ان انت متهور قوي او متعصب، او يعني ممكن يبقى متغاظ منك شويه برج العقرب، بس هو بيحبك، يس بيحبك، الحبيب ده بيحبك. كمان شايفه ان انت ممكن الفتره دي خاصه اخر اسبوع في شهر ابريل تتعرف على شخص من محافظه بعيده، من بلد بعيده، من مدينه تانية، من بلد تانية، شخص يعني حاسه ان في شخص جديد ممكن يدخل حياتك، خاصة العقرب المنفصلين، أو شخص جديد، لو حتى لو مرتبط ممكن تتعرف على شخص جديد يبقى مبهر بالنسبة لك شوية، يبقى مختلف، شخص جديد ده مش قاعد معاك في نفس المدينة، يعني هو مش ساكن قريب منك، فعندكو أو عندك صلح آخر 10 أيام مع الشخص، آخر 10 أيام في شهر مايو مع شخص جديد، مع شخص قديم قصدي، كأن انتوا كنت زعلان انت والشخص القديم، وهيحصل بينكو وبين بعض صلح أو يحصل كلام وعتاب، يعني أنا شايفة definitely يعني انت والبارتنر بتاعك او انت والشريك بتاعك هيحصل عتاب قوي ما بينكم، يعني تعاتبوا اللي هو انت ليه عملت كذا، طب انت قلت كده ليه، طب انا كان نفسي انت تساعدني، طب ليه رحت في كذا، طب ايه رايك نعمل كذا كذا، فحاسه ان هيحصل عتاب قوي، حاول ان انت تكونش، ما تكونش عنيف، ما تكونش عدواني في هذا العتاب يا برج العذراء، خد ودي مع الشخص اللي قدامك، اسمعه كويس وبطل كسل يا برج العذراء، خد اكشنز، وزي ما قلت عندكم بدايات جديده، عندكم شيء جديد بيبتدي في حياتكم، ده شيء كويس جدا جدا، ركز في البدايات الجديده، ممكن يكون عندك بداية مشروع جديد، بداية عمل جديد، بداية شغل جديد، بداية، فركز فيها، بس بلاش اي مشاريع جديدة وقت تراجع كوكب عطارد، اوكي، وقت تراجع كوكب عطارد مش لمصلحتك يا برج العقرب. ممكن يحصل خلاف بينك وبين شخص بتحبه مش الحبيب، ممكن يكون صديق ليك، ممكن يكون شخص بتعزه، ممكن يكون زميل في العمل، برضو ابعد عن العدوانية، العدوانية دي بس مش مع الحبيب او مع الشريك العاطفي، لا ممكن تبقى مع الاصدقاء، مع الاهل، تحس انت متعصب، عندك ميل كده ان انت تزعق وتتخانق، بلاش عتاب قوي بينك وبين الشخص اللي انت بتحبه، يعني امورك افضل بكتير جدا، وعندك انفراجات، وعندك العكوسات هتتخلص وتتنقل خلاص من عندك من بعد يوم 20 مايو، هتحس انت افضل، هتحس بانطلاقة، هتحس ان انت نفسيا افضل بكتير جدا جدا. بحبكم جدا جدا، بليز عايزه كل الناس اللي بتتابعني تعملوا لي فولو على الانستجرام على رشا مراد اندرسكور، عشان عايزه اوصل عايزه اوصل الفولورز بتوع الانستجرام لمليون فولور زي الفيسبوك، فممكن اي حد عمل لي فولو على الفيسبوك تدخلوا تعملوا لي دلوقتي فولو على الانستجرام، عايزه اوصل الانستجرام بتاعي لمليون فولور، انتوا اللي بس اللي هتعرفوا تعملوا كده، بليز تعملوا منشن وشير لاي حد من برج العقرب، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، ولو حد محتاج اي قراءه عاطفيه او استشاره خاصه او جلسه تخاطر روحي بليز ابعتوا على الايميل، وانا في ماي تيمز هيرد عليكم بكل التفاصيل. ثانك يو، باي، مع السلامه، بحبكم جدا، باي باي.